مش عارفه ايه. لا ايه رايك؟ شايف؟ لا ما حل. اصل انا قلت هيقولوا دي مش عارف ايه مش عارف ايه. ايوه الحاجات دي على فكره الحاجات دي بتتعرض بره، خلي بالك. انت صورت الصوره دي؟ لا يا باشا طلع كلاي طبعا. ودلوقتي بقى معانا الفنانه كلوديا في قناه الفرعين في برنامج الوسط الفني. ايه الجو ده؟ ايوه الجو راح. يلا يلا شوفي كنت هتعملي ايه من شويه. النهارده ايوه بضيافه كشري ابو طارق. ايوه وطارق اهو معانا، عايزين نعمل له منه كشري ابو طارق. الله الله حلو ده حلو ده. اديني الشوكه بس احنا قلبنا الموضوع، بدل ما اكلنا عنده كشري وهو ما كانش معانا، فهو ايه لازم يضطر عشان يتجوز لازم ياكل من الكشري عشان يكمل باقي الطبق. الكشري بتاعه عشان قال لو ما كملتيش الطبق انا مش هتجوز. بس يا استاذ طارق الله الله على الجمال ده، يا بختك يا استاذ طارق يا بختك يا استاذ طارق. قلت كده الله. بعد كمان بعد كمان استنى بس اهو هي سخنه ولا عشان يلا يلا ده ارزاق يا عم يا ريتني اسمي طارق. كلوديا اهنيك على الشريط الجميل والمؤتمر الصحفي وبعيد عن كواليس كشري ابو طارق، قولي كلمه لبرنامج الوسط الفني قناه الفرعين. ميرسي ليكم انكم النهارده كنتوا معايا عند كشري ابو طارق طبعا اولا.